لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، اشكروا الله عز وجل أن بلغنا وإياكم هذه الأشهر هذه الأيام، فقد من علينا تبارك وتعالى وبلغنا أشهر الحج والأشهر الحرم، ونحن على عتبات أفضل أيام الدنيا، وهذا من فضله وتوفيقه لنا. موسم عظيم من مواسم الخير، أيام مباركات، حوت مناسك الحج الركن الخامس من أركان هذا الدين العظيم، أركان وواجبات وسنن تحدثنا جميعا عن قصة أبينا إبراهيم وعن أسرته المكرمة المشرفة، كأنها دعوة لنا جميعا. معاشر المسلمين، انظروا في أروع وأمثل معاني العبودية، في كيفية الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل ولأوامره والتسليم لها، حتى لو خالفت جميع المقاييس، مقاييس الفطرة، الأبوة، الأمومة، العادات، الأعراف، التقاليد، العواطف، طالما من الله عز وجل لا بد من الإذعان، لا بد من التسليم، لا بد من السمع والطاعة، وأنت على يقين أن فيها الفرج، أن فيها المخرج، أن فيها النجاة، أن من خلالها التشريف والتكريم. نعم، ما أروع هذه الأيام، الأمة في مشارق الأرض ومغاربها الحجيج، ونحن هنا الجميع يشارك في احتفالية عظيمة مباركة للخليل إبراهيم ولأسرته المشرفة المكرمة. قلت لكم أن مناسك الحج أركان واجبات وسنن إنما تذكرنا بالخليل إبراهيم. أنتم تعلمون أن الكعبة من بنائه بمناولة إسماعيل، وأن المقام مقامه الذي كان يقوم بالبناء من عليه بمناولة إسماعيل، وأن زمزم كانت غوثا لولده ولزوجه، وأن السعي بين الصفا والمروة إكراما ليقين زوجه على الله عز وجل، حتى أصبحت مناسك يتعبد بها لقيام الساعة، وأصبحت من أركان العمرة والحج. الوقوف بعرفة في بعض الآثار لكونه عرف أن الرؤيا رؤيا حق، ولما انحدر مرورا بمزدلفة إلى منى وظهر له الشيطان في صورة ناصح فرجمه بحصيات فساق في الأرض، فكان جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. والأصل أن نداء الحج من ندائه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قالوا لما أمر عليه السلام
قال أنى يبلغ صوتي؟ قال يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. نحن هنا نشارك بالأضحية، سنة مؤكدة أو واجبة في حق القادر، كما رجح كثير من أهل العلم، إنما لنتذكر هذه الأسرة، لننظر ونتوهم تلك المشاهد الإيمانية الراقية العظيمة لتلك الأسرة التي كرمت كل هذا التكريم وشرفت كل هذا التشريف. وقد يبدو سؤال، ولما؟ ولما كل هذا التكريم؟ بل قل وبما استحق الخلة، استحق الإمامة العظمى في الدنيا وفي الآخرة؟ كل هذا يحتاج إلى إجابة، لنتعلم، لنتربى، لنرتقي، لننظر كيف نحقق العبودية لله تبارك وتعالى. نظر العلماء في هذه القصة المباركة التي طرحت في القرآن في مواطن عدة، تارة إجمالا وأخرى تفصيلا، وعالجت القصة من نواح شتى، في كل موطن يختلف عن الآخر، يبرز معنى تربوي، إشارة إيمانية، معان إصلاحية، توجيه لحقيقة الصراع بين الحق والباطل، حتى نتعلم ونتربى ونرتقي. لذا تعالوا معنا ننظر لماذا كل هذا التشريف والتكريم، وبما استحق الخلة والإمامة للملة الحنيفية السمحة. قال أهل العلم لعل المعنى الأول الذي يبرز أمامنا أن تلك المرحلة من أحرج مراحل الصراع بين الحق والباطل، وصل فيها الباطل إلى قمة الكفر والشرك والإلحاد والفساد. كانت فترة مظلمة بكل معاني الكلمة، كان لزاما من إرسال نبي ورسول إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فكان الخليل لنتعلم منه عليه السلام كيف جابه كل هؤلاء القوم على اختلاف العقائد والمشارب والمصالح واللغات واللهجات والعادات والأعراف والتقاليد، وكيف نجح أن يثبت حتى استحق الخلة والإمامة للملة الحنيفية السمحة. العلماء يقولون من أروع ما في هذه القصة إشارة تربوية راقية ما أحوجنا إليها جميعا، أفراد، أسر، مجتمعات، دولة، أمة. قضية التأهيل المبكر والإعداد المبكر لخوض الصراع مع الباطل، لابد أن تنتبه أخي المسلم أن التأهيل المبكر من أسباب الثبات والبذل والتضحية والصبر وتحمل الأذى، نعم، ومواصلة العمل مع الثقة واليقين، مع حسن التوكل على الله رب العالمين. هذه معاني مهمة، إذا أردت أن تثبت، أن تبذل، أن تضحي، أن تستمر، أن تترجم أمثل معاني العبودية، فعليك بقضية التأهيل المبكر قبل الدخول في حلبة الصراع. من غير تأهيل أنت ضعيف، لا قدرة لك على الثبات، لا قدرة لك على مواجهة الباطل لكونه تفوق في العتاد والعدد والإمكانيات، ولذلك تحتاج إلى تأهيل مبكر بمواصفات معينة لتقدر على الثبات، وأن تتحرك أنت من خلال بعض المعاني والثوابت، لا من خلال الريموت يحركك هو فيفرض عليك مواجهة معينة في توقيت معين، في حدث معين، في ظروف معينة. لا، أنت من خلال التأهيل الصحيح بإمكانك أن تفوت الفرصة على عدوك، وأن تمضي أطول فترة ممكنة غير عابئ بالتوقيت، آخذ بالأسباب، متوكل على مسبب الأسباب، تاركا للنتائج عليه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى ورد في قوله تبارك وتعالى لما ظلمت الدنيا في تلك المرحلة تماما، عباد الأصنام والأوثان وعباد الكواكب وعباد البشر، وكان ما كان آنذاك، كان التأهيل المبكر للخليل إبراهيم. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إيش هذه القضية؟ ما هو الرشد الذي أوتي إبراهيم قبل النزول لحلبة الصراع مع الباطل، لإقامة الحجة، للتنظير، للدعوة إلى الحق الذي يحمل؟
التأهيل المبكر كان في الرشد الذي من به تبارك وتعالى عليه ورباه على عينه، وعده إعدادا يليق بالمرحلة، يليق بالموقف، يليق بالأحداث التي سيخوضها. والرشد عباد الله والعلم المقرون بالحكمة بالفهم الصحيح. ولما ذلك؟ قالوا لأن الباطل فقيه في الشر بقيادة الشيطان، وحريص من خلال مكره وكيده وأساليبه الملتوية وحيله وخداعه على استدراجك، على استفزازك، على أن تخرج من طور الاعتدال لتدخل في حلبة الصراع مبكرا فتقع في شراكه لأنك ضعيف. ولذلك كان التأهيل بالعلم المقرون بالحكمة بالفهم الصحيح هو العامل الأول للثبات ولتوفيت الفرصة على الباطل. إي والله عباد الله، لماذا؟ لأن العلم وحده قد يكون عند بعض الناس، ولكن مع الأسف تسيطر عليه العواطف أو العضلات فيسوق أصحابه إلى الصدام المبكر، إلى مواجهة غير متكافئة، فتقع النتائج التي لا تخفى علينا. ولذلك كان لزاما مع العلم الحكمة والفهم الصحيح. ما المعنى للفهم الصحيح هنا؟ قالوا إبراهيم يحتاج إلى أن يتعرف على القوم، كما قلت لكم خليط من العقائد والأهداف والمشارب واللغات واللهجات والعادات والأعراف والتقاليد والمستويات والثقافات، يحتاج إلى فهم كيف يعامل هذا وكيف يعامل ذاك، وكيف يقيم الحجة على هذا وعلى ذاك، لأنه بالعلم وبالحكمة والفهم الصحيح يستطيع أن ينظر على منهجه، أن يوصل له، أن يدحض كل الشبهات والتهم التي تلقى عليه بقوة وبحجة دامغة، نعم تجعل الباطل يعجز عن الرد وعن الكلام. ما أروع هذا المعنى وما أحوجنا إليه الآن. ما الذي دفعنا إلى مثل هذه الأحداث المحيطة حينما انخرط شبابنا في التكفير والتفجير والعنف والتخريب بهذه الصورة؟ لا شك لغياب العلم، وإن وجد فمن غير حكمة، وإن وجدت من غير فهم. فكانت هذه الحركات التي طاشت كما تطالعون وتشاهدون، ما أحوجنا أن نركز على التأهيل المبكر لأنفسنا، لأبنائنا، لأسرنا، لمجتمعاتنا، لدولتنا، لأمتنا، لأن الحرب شرسة والباطل فقيه في الشر، يحتاج إلى من يكون على قدرة فائقة للتنظير على ما يحمل من الحق، للتأصيل له، لدحض الشبه التي تلقى عليه من الباطل، لأنه لن يكف ولن ينتهي. لذلك أهل الخليل تأهيلا راقيا، وانظروا ماذا كان هذا التأهيل المبكر، كان من أعظم أسباب ثباته في الابتلاء، في الامتحان، في الاختبار، في اللحن، في المحن، في الفتن لما تعرض لها. اسمعوا إلى قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الله أكبر. كان الابتلاء من الله عز وجل لنبيه، لرسوله، لخليله إبراهيم. قال أهل العلم: الكلمات أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل. الله أكبر. مع تعريضه لابتلاءات ويحن ومحن وفتن ليظهر للبشرية كيف يكون الثبات، كيف يكون الصمود، كيف تكون التضحية، كيف يكون الاستسلام والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى. لذلك استحق الإمامة: إني جاعلك للناس إماما. قالوا: لأنه أتم ما كلف به على نحو جميل وصحيح ورائع، أتم ما كلف به بصورة آثرة مؤثرة في الناظرين، في المحيطين. ولكن الأمر بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت. نجح نجاحا فائقا لأنه سلم للكلمات، للمنهج، للأوامر، للقرآن، للسنة، لم يحد عن ذلك طرفة عين. اسمع في قوله تعالى: وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الله أكبر. أسلم وجهك لله، فنادى بها: أسلمت وجهي لرب العالمين، لربي ورب العالمين جميعا، لرب هذا الكون، الخالق، المالك، المدبر، الآمر، المعطي، المانع، الخافض، الرافع، المعز، المذل،
الرزاق المحيي المميت ذو القوة المتين، نعم أمري وشؤوني إليه. فسلم نفسه للمنهج، لم يغرب ولم يشرق، لم يستحسن ولم يؤلف ولم يبتدع، بل سلم نفسه للمنهج، فيه النجاة وفيه الوصول إلى بر الأمان، فكان نجاحا مبهرا. نعم، ولذلك قيل عنه في موطن آخر: وإبراهيم الذي وفى، وفى ماذا؟ وفى ما كلف به على نحو صحيح جميل، نعم بالتمام والكمال. أنت هل وفيت ما كلفت به من أوامر ونواهي؟ هل أديت على وجه المطلوب أم على حرف، أم حسب الظروف والأجواء والأحوال؟ نعم، نحتاج إلى أن نتعلم هذه المعاني. لعلي أمر سريعا معكم لننظر كيف كان التمام لتلك الأوامر والنواهي، وكيف كان الحال عند الفتن والامتحانات والابتلاءات التي تعرض لها. أول ما كلف بدعوة قومه عباد الأصنام والأوثان، بل ومروجيها، صانعيها ومروجيها، يتربحون منها مع أنها عبادة الآباء والأجداد، فقام الحج عليهم بأخصر عبارة، بأجمل أسلوب، أعجزهم، قالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. نعم، وكان مكان على الراجح خرج إلى عباد الكواكب، أكثر ثقافة، أكثر تحرر، ارتقوا فوق الأصنام والأوثان وعبدوا الكواكب، زحل وزهرة والقمر والشمس. انظر، آلهة متعددة، إياك أن تظنه عبدها، هذا ربي، لا هذا أكبر من هذا، لا 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 لا، إياك، هذا لعظيم العلم الذي عنده وطريقة التنظير والتدرج في قامة الحجة على الآخرين. قال هذا ربي، فلما أفل قال لا، الموضوع غير طبيعي، هذا أكبر، إذن هذا ربي. فلما أفل أيضا قال إذن هذا أكبر. فلما أفلت كما أفل من كان قبلها، قال للقوم لا 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 لا، الموضوع ليس كما تظنون، إن وراء هذه الكواكب خالق مدبر لها، يأمرها وينهاها، ظهرت وأفلت بأمره، أن أعبد هذا الرب. انظر إلى التنظير وإقامة الحجة، فكان مكان منهم، طردوه وثاروا عليه، ذهب إلى النمرود الذي كان يدعي الربوبية وكان على جهل كبير، ولكن استخف قومه فطاعوه، فقال ربي الذي يحيي ويميت. الغبي معذرة في اللفظ، قال أنا أحيي ويميت، أتى برجل حكم عليه بالإعدام وآخر يمر في الطريق بريء، فقتل هذا واطلق سراح هذا، وقال انظر هذا كان ميت فحييته، وهذا كان حيا فأمته، فلم يجبه، ولكن قال ربي الذي أعبده أنا والذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي أنت بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ولكن تملأوا عليه وقرروا بتلك الوحشية التي تقرؤون عنها أن يحرقوه ليكون عبرة لغيره، من باب سياسة ضرب المربوط ليخاف السائل، قرروا أن يحرقوه بتلك الوحشية. الأمر كان هينا، يعني بعض يعني البطانة يقومون بالأمر والقضية تنتهي، لا، الباطل يا أخواني حريف كما يقولون، عنده حرفية وتقنية عالية في الحملات الإعلامية، في قلب الحقائق، في التزوير، في التلبيس، في التدليس. نعم، يقصد من وراء ذلك إحداث الهزيمة النفسية والإحباط واليأس وترك الطريق له ليفعل ما يريد وما يشاء. فشنوا حملات رهيبة عليه، قالوا يقيد في السلاسل على قارعة الطريق، على النصية كما نقول، حتى يكون عبرة لغيره، وهم في ذهابهم وإيابهم يسخرون ويستهزئون ويقولون ما لا تتخيلون. ومع ذلك لعظيم يقينه والعلم الذي أوتي بالحكمة وبالفهم كان يبتسم، وكان ينخرط في دعاء وتسبيح وتحميد وتهليل ولا يلتفت لهم. نعم، لمدة شهر أو شهرين في رواية أخرى، جمعوا الحطب في حبوة كبيرة في بطن واد بين جبلين حتى يكون عبرة لغيره، نار لم ترى من قبل، وكان مكان اختصارا، وعجزوا عن أن يلقوه فيها لشدة وهجها، فجاء المدبر الأول لهم الشيطان واخترع المقلاع أو المنجنيق ووضعوه، وانطلق من المقلاع إلى وسط النار. في الطريق إليه يأتيه جبريل الذي معه قوة تعدل قوة البشر جميعا، ألك حاجة؟ فيقول لا لا،
حسبي الله ونعم الوكيل. وكيلي أي القيم والكفيل على شؤون خلقي في الدنيا والآخرة، أعلم بحالي، قادر على إنجاي بما يرى ويريد. نعم أنا أثق في موعوده، أنا أحمل رسالته، أحمل الحق الذي كلفني به، قادر على إنجاي سبحانه وتعالى. فسقط فيها وقلنا يا نار، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ليس بردا فقط ولكن بردا وسلاما. كم مكث فيها، دع عنك الروايات، بعد 40 خبات النار تصايحوا، وعادت الباطل أن يهيج الدنيا ويجمعها من كل حدب وصوب، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وجاءوا عن بكرة أبيهم ليروا هل بقي منه شيء، ولكن انظر إلى هذا المشهد، يخرج من وسط الرماد أكثر حسنا وجمالا، لم تأكل النار إلا قيوده، اللحية تقطر ماء ورائحة العطر تشع من جنباته، يمشي رويدا بابتسامة عريضة، يظن أنهم سيدخلون في دينه الذي جاء به. نعم لما رأوا هذه المعجزة، هذا المشهد العظيم، ولكنك لن تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم. أبو إبراهيم يقول: عظيم إلهك يا إبراهيم الذي بلغت قدرته أن أنجاك من هذه النار، أسلم. لم يسلم، فكانت البراءة وكان النجاح المبهر. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الله أكبر، يلفت أنظارنا لمعنى العظيم. نعتزل، نعم نعتزل كل العقائد الخريبة والعفنة والتي لا تليق بالله عز وجل، ونحن على ثقة ويقين أن الأمر بيده. نعم ندعوه ونحن على يقين أننا لن نشقى بدعائه أبدا. وانطلق بالدعاء وانصرف ولم تؤمن له إلا سارة، وتعرض لفتنة في مصر وأنجاه منها الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وأخدمها هاجر وخرجت بها. ولما حط يستريح بسارة وهاجر قال لهما: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. الدعاء، الدعاء. قيل، قرطبي يقول، تجاوز أو زاد عن 99 سنة، الله أكبر، لكن لم يفقد الأمل، وطلب ذرية، وذرية صالحة، ليست أي ذرية، حتى تحمل المنهج والدعوة. وقد كان لما عاد أعدت له هاجر وأهدتها إليه ودخل بها أمكم هاجر، وكان إسماعيل، ولما ولد كان على تلك الصورة من الجمال المبهر الأخاذ الآسر. نزلت الأوامر، انظر إلى الكلمات، انظر إلى الابتلاء، خذ هذا الرضيع وأمه وانطلق إلى جبال فران، هنالك حيث القواعد التي لم تظهر بعد، وضعهما وعد قافلا لتكمل المسير في الدعوة إلى الله عز وجل. فيسمع ويطيع. رجل زاد على 90 ورزق الذرية بعد كبر لم يكن قد أنجب قبل ذلك، ومع ذلك يسلم نفسه لأوامر الله عز وجل وينطلق، يركب على حماره، يردف هاجر بينهما الرضيع، يصل إلى المكان، ينزل هاجر، ينزل الرضيع، جراب من تمر، جراب من ماء، تنظر هاجر يمنة ويسرى، يركب على الحمار، يريد العودة، لا أنيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب ولا مظهر من مظاهر الحياة، تأملوا، ولا مظهر من مظاهر الحياة، يخالف كل المقاييس بكل معاني الكلمة. وانطلق يتحرك: يا إبراهيم، يا إبراهيم. لم يرد، ولكن عرفت كيف تستوقفه وتستنطقه. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا. يا شباب، الله عز وجل لن يضيع أولياءه أبدا 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 إذا أسلموا الوجه له. قالت: إذا لن يضيعنا، ورضيت وانطلق. ومن وراء الوادي رفع الأكف ودعا الله عز وجل، يذكرنا أيضا مرة أخرى بالدعاء، يربط الأرض بالسماء، القلوب بخالقها. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الآيات: ربنا اجعل، رب اجعل هذا بلدا آمنا، الله أكبر، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم أنتم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. معانا عظيمة كان لها أبلغ الأثر، وتحققت الدعوات، وكان ما كان. الشاهد: أين أنت من هذه المعاني؟ هل أنت تنظر إلى هذه المعاني بعين الاعتبار؟ العلم
الحكمة الفهم الصحيح يولد عندك قدر تعظيم للرب، يولد عندك الطاقة والوقود اللازم لحركتك في الأرض التي بها تستطيع أن تتحدث الصعاب وتزعن لله عز وجل ولمنهجه وتسلم لأوامره، وأنت واثق أنه سيجعل لك الفرج والمخرج. تعلمت من هذه المعاني الكثير والكثير، فلا تدعها تمر مرور الكرام، قم عليها واعكف وادرسها وتأمل فيها جيدا، سترى فيها بعض المعاني التي تحتاجها الآن في زيرك إلى الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، من أجمل ما في قصة إبراهيم عليه السلام كما قدمنا عظيم الاستسلام والخضوع والانقياد لأوامر المعبود سبحانه وتعالى. فلما عاد قافلا إلى بلاد الشام يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا كما يقول أهل الاستشراق الذين يطعنون على سارة رضي الله عنها وأن هذا كان بإعاز منها، حتى لو سلمنا لهم وهل إبراهيم بهذا المستوى ليقع في مثل هذا الظلم؟ أبدا والله، لولا أنه من أوامر الله تبارك وتعالى. الشاهد والملفت للأنظار أنه لما يعني وصل إلى بلاد الشام كان يأتي بين الحين والحين ليطمئن على ولده، ليعد ويربي ويؤهل التأهيل المبكر لمهمة عظيمة ليحمل الرسالة التي أنتم بعض ثمارها. انظر وتأمل، يأتيه رؤيا في المنام أنه يذبح هذا الغلام اليافع الجميل المهذب المؤدب البار الذي فيه من كل الصفات ما لا تتخيل. اسمع، ينطلق حتى وصل إلى جبل عرفة، عرف أنها رؤيا حق، انحدر كما قلت لكم إلى مزدلفة، اعترضه الشيطان في سورة ناصح أمين في الأولى والثانية والثالثة رجمه، وصل إلى المكان، خرج إسماعيل يستقبله بترحاب وببر وبإحسان، فكانت تلك الكلمات العظيمة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أسألكم سؤال وأجيبوني، هل كان الخليل يسأل ولده إسماعيل ليقرر هو أيسلم للذبح أم لا؟ حاشاه أن يفعل ذلك، ولكني أرى جدي إبراهيم وجدكم كأنه يقول للملائكة: انظروا إلى أثر التربية والتأهيل المبكر والإعداد، اسمعوا لولدي ماذا سيقول لأوامر المعبود سبحانه وتعالى، كيف أثر فيه العلم والحكمة والفهم أن أوامر الله عز وجل لا يسع الإنسان إلا أن يسلم لها، كأنه يريد أن يري الله عز وجل منه ومن ولده قمة الاستسلام والخضوع والانقياد. ليؤكد إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. نعم، فانظر ماذا ترى. كيف كانت الإجابة؟ لعلكم تحفظونها: الله أكبر، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، إن شاء الله من الصابرين. لم يعول على تربية أبيه له، ولا على إيمانه، ولا علمه، ولا حوله، ولا طوله، ولا قوته. يعلم أن الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله، وأن الأمر بيد الله عز وجل. ولذلك يقول: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ماذا تعني يا إسماعيل من الصابرين؟ قافلة طويلة على مر العصور والأزمان، أناس من الأنبياء من الرسل من الصالحين ابتلوا وامتحنوا واختبروا وصبروا، قافلة الشرف. ندعو الله أن يجعلني منهم. هذا كلامه، هذا توجيهه، هذا فيه بيان لك أنك ستبتلى وتمتحن وتختبر. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وطن نفسك على كل الاحتمالات، قد تبتلى، قد تمتحن، قد تختبر، فاصبر على الأذى. والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم أصلا ولا يصبر على أذاهم ابتداء. لذلك نحن نقول: اصبروا يا شباب، تحملوا هذا الأذى الذي يأتيكم من اليمين ومن الشمال ومن كل حدب وصوب، هذا من طبيعة الطريق، هذا من علامات أنكم على السير،
على الطريق إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا أمر طبيعي، وطن نفسك على كل احتمالات، ولكن أهلها التأهيل الجيد حتى تستطيع أن تصبر وتتحمل الأذى وتؤدي دورها من خلال العلم والحكمة والفهم. فأنت مستهدف ومحارب، الأسرة مستهدفة ومحاربة، المجتمع مستهدف ومحارب، الدولة مصر التي نحبها مستهدفة ومحاربة، الأمة ككل مستهدفة ومحاربة. من لها؟ من الذي يشعر لها بالمسؤولية ويؤدي لها حقها؟ إلا إذا قمنا بتأهيل أنفسنا وإعدادها الإعداد الجيد حتى تكون أنفس تقية نقية قادرة على أداء دورها على أكمل وجه. نعم، فتعد وتؤهل التأهيل الصحيح، ثم يؤهل البيت الذي هو الحضانة أو قل المدرسة الجامعة، الحصن الحصين الذي سيخرج اللبنات الصالحة التي تعطي البيت المسلم قوة وهيبة وريح، ويكون دعوة صامتة للمحيطين من المسلمين وغير المسلمين، ليكون مثالا يحتذى كباقي البيوت التي نراها الآن من حوالينا في كل مكان إلا من رحم ربي، بيوت منفرة، صورة منفرة بكل معاني الكلمة. ولذلك نقول المجتمع مستهدف ومحارب، يحتاج إلى من يؤدي له حقه، يحافظ على وحدته وأمنه واستقراره. لذلك نقول للشباب احرصوا على العلم والحكمة والفهم الصحيح لتعطوا رسالة طمأنة للمجتمع، ليطمئن، ليستقر، لينتج، ليؤدي، لتسلم مصر من عنق الزجاجة. المجتمع يريد أن يعامل برفق ورحمة. المجتمع يا أخواني المصري بفضل الله تبارك وتعالى المسلم متدين بطبعه، بفطرته، محب لدينه، حتى وإن وقع منه ما وقع من المخالفات، بمجرد أن يذكر يتذكر، ينصح ينتصح. لا يصح أن يكفر ولا أن يفجر ولا أن يعامل بعنف ولا أن يروع ولا أن يفزع ولا أن يقال فيه ما نسمع وأن يراهن على تقسيمه بهذه الصورة. لا، نحن نقول وبأعلى صوتنا نرفض تقسيم المجتمع باسم الدين، ونحاول أن نحمي هذا المجتمع، ونقول نحن منك وبك وإليك، ولا تسمع عنا فقط، اسمع منا. بنوا الحواجز بيننا وبينك، فلا بد أن تقوموا يا رواد المساجد أنتم جميعا أن تكسروا الحواجز بينكم وبين المجتمع، وتقتربوا منه وتلتحموا به وتلتصقوا به وتتعايشوا معه، لنأمن جميعا ونخرج. وكذا مصر الدولة التي نحبها، حمية أهل السنة والجماعة بلا فخر وبلا تدليس ولا كذب. الروافض مع الصهيونية العالمية يريدون لمصر أن تسقط وتدخل النفق المظلم كأخواتها ليبيا والعراق وسوريا وغير ذلك. ولذلك نحن نؤكد ونقول الواجب علينا جميعا أفراد وأسر ومجتمعات أن ننتفض لحماية مصر وكيان الدولة ومؤسساتها. نعم، توجد صور لا ترضي الله عز وجل من الفساد، من بعض صور الظلم تقع هنا وهناك، لكن ليست مبررا لإسقاط الدولة، لإسقاط المؤسسات. نصلح بالتدرج، نصلح بمراتب التغيير، بفقه المصالح والمفاسد، بالصبر، بتحمل الأذى، نتخطى المعاني ونحن على يقين أن الأمر بيد الله عز وجل، نؤدي دورنا فقط والباقي والنتاج على الله تبارك وتعالى. وهذا كله يحتاج منا إلى إطلال على الماضي، على إمام الملة الحنيفية السمحة كيف أخذ بالأسباب وزوجه وولده، وكيف من خلال العلم والحكمة والفهم حققوا أروع وأمثل معاني العبودية. فكان التشريف وكان التكريم وكانت المكانة، الله أكبر. فلما أسلم وتله للجبين كان النداء أن قد صدقت الرؤيا، وكانت الأضحية التي نتعبد نحن بها الآن إلى الله تبارك وتعالى لنتذكر المشهد وروعة الامتثال وروعة التسليم وروعة الانقياد، لنقول لأنفسنا إذا كان الخليل قد أمر بذبح ولده الوحيد وبيده لا بيد غيره، ومع ذلك يسلم، وأنت لم تؤمر إلا باليسير السهل الذي في مقدورك وفي وسعك. نحن نعلم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكليف إلا بمقدور، ومع ذلك أراني وأنت نتفلت ونتمرد أحيانا ونضعف أمام العادات والأعراف والتقاليد أو العواطف والشهوات والأهواء، ولا نؤدي الأداء المطلوب. لذلك نقول خذوا العبرة والعظة، إن في قصصهم لعبرة، وخصوصا إمام الملة الحنيفية السمحة قدوة لنا، بل لنبينا كما قال وعلمنا. لذلك نحتاج في هذه الأيام أمانة أحملها للجميع، افتح كتاب قصص معتمد، اقرأ القصة على أهلك، على أصحابك، في مسجدك،
في أي مكان تستطيع، حتى ولو في المواصلات، قل الناس انظروا إلى العبودية، انظروا إلى عظيم اليقين، إلى حسن التوكل، إلى الصبر، إلى الاحتساب، إلى التسليم، إلى استصحاب الدعاء. أنا وأنت في مس الحاجة لدعوة مستجابة، عليكم بالدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، وإن البلاء لا ينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى قيام الساعة، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. نحن الآن في كرب وفي شدة، والأجواء المحيطة لا تخفى علينا، نحتاج أن نكثر من الدعاء لننجو، والأسرة والمجتمع والدولة والأمة في مشارق الأرض ومغاربها. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين، اللهم بلغنا حج بيتك الحرام في هذا العام وإلا ففي العام القادم يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك وأيدنا بتأييدك وارزقنا العمل لنصرة دينك واستعملنا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر بحفظك يا رب العالمين. اللهم نجها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقها لجمع شمل أبنائها والإصلاح بينهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد، وارفع عنا البلاء والغلاء والهم والغم والدين وغلبة الرجال، واجعلنا من المطيعين السامعين المستسلمين الخاضعين لك ولرسولك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا العشر، اللهم بلغنا العشر، اللهم بلغنا العشر، ووفقنا فيها لما تحب وترضاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.